أنا شاب عندي 30 سنة، وظيفتي ومرتبي كويسين، وعندي شقة عظيم. المشكلة إني أنا ما عنديش جرأة إني أتكلم مع حد. أنا نفسي أرتبط بواحدة كويسة، لكن مشكلتي الخجل، وكل ما أهلي يجيبوا لي عروسة برفض تماماً. مش علشان جواز الصالونات، لكن علشان أنا اللي مكسوف، مع إني مع كل صحابي وأهلي جريء جداً، وشخصيتي في شغلي جادة جداً، وليا هيبة الحمد لله. ممكن تقولولي إيه الحل؟ أنت بس محتاج تروح لحد متخصص، يعني حد لايف كوتش، حد تنمية بشرية، لأنه الجرأة تعود، يعني يجب أن تمارس الفعل ده كتير فتعتاد عليه. يعني كلنا على فكرة بالمناسبة بنتكسف، كلنا. أنا عايز أقول لك إن أنا يعني من معارفي ومن صديقاتي ولي الشرف، كثير من الفنانات المبدعات اللي أمتعونا كثيرا، اللي قدام الكاميرا غول، بتغني وترقص وتتنطط، ومن وهي صغيرة ومن وهي طفلة لحد ما ربنا يا رب يديهم طولة العمر. أكتر حاجة بيحكولي عنها من الصغر لحد دلوقتي، أكتر حاجة بيحكولي عنها خجل. الخجل، وإنهم بيتكسفوا، وإنهم بيختلفوا لما الكاميرا بتدور، لكن لما الكاميرا بتطفي بيبقوا حد تاني، وبيبقوا جرعة أو نسبة الكسوف أعلى، والحاجات اللي تتعمل لو قدام الكاميرا وتحت الإضاءة في الشغل ما يقدرش يعملوها في العادي. الحقيقة إنه أنت مش لوحدك، لازم تفهم كده. ناس كتير بتخجل وما عندهمش جرأة وبيتكسفوا، بيتكسفوا من الجنس الآخر. يعني تلاقي راجل مكسوف من التعامل مع ستات، وتلاقي ست مكسوفة تتعامل مع راجل، مش عارفة تقول له ايه، مش عارفة طب تمد ايدها الاول ولا مد ايده الاول. صح. طب الحياة في ربكة. فانت لازم تفهم انك مش لوحدك، وانه ده طبيعي جدا، انت بس ما تمرنتش وما تدربتش وتحبست جوه مخاوفك، فكبرت وبقيت 30 سنة من غير ما تتمرن ولا تتدرب، وخايف بالظبط من ان انت تتحرج، وخايف من ان قدامك يكون فاهم اكتر منك. لا ما تخافش بالمناسبة خالص، هو جريء مع كل الناس، هو بس ما اعرفش هل هو جريء مع كل الناس ولا لا، ما اعرفش. ممكن يكون هو بيتهيأ له. ممكن يكون هو بيتهيأ له. فانت محتاج حد لايف كوتش كده موثوق فيه محترم، يعمل لك شويه كورسات كده وتدريبات لطيفه، هتفك وهتبقى زي انك تكسر الفل، هتبقى زي الفل. لو واحده عجبك ادي فرصه تتكلم معاها، اتجرأ، جرأ نفسك. انا هتجرأ واكلمك طريقتك، يعني انا بتهيألي انك محتاج تثق في طريقتك. يعني استخدم طريقتك، مفيش طريقه صح وطريقه غلط، في طريقه مناسبه ليا وللي قدامي، وطريقه مش مناسبه. يعني خلي عندك ثقه في نفسك شويه. بالظبط، انت عيد الثقه في نفسك شويه، انت واضح انك انت يعني في حته هزه عندك شويه كده، وان انت حاسس ان انت لو اتكلمت مع حد هيحرجك، لو اتكلمت حاجه يبقى غلط. الحته دي لازم تمرن نفسك فيها، وعندك ثقه بنفسك، دي مهمه قوي، دي هتصلح لك كل حاجه. صح.